ظلم الإنسان نفسه، هل ممكن للإنسان أن يظلم نفسه وكيف يقع ذلك؟ طيب إذا أحد منا ظلم نفسه ماذا ينبغي عليه أن يفعل حيال هذا الأمر؟ الاستغفار أمر عظيم في حياة المسلم، لماذا كان الاستغفار كذلك؟ هل الاستغفار يكون فقط عند الوقوع في الذنوب والمعاصي أم له أوقات أخرى ويستغفر الله سبحانه وتعالى حتى إذا لم يرتكب العبد ذنوبا أو معاصية؟ كيف كان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل للاستغفار فوائد كثيرة غير محو الذنوب؟ سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك. هنا بعمر الزهور جيل هواه هداك، طاب اللقاء والشعور على بساط ضياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حياكم الله يا شباب وبياكم، ونسأل الله أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم آمين. هذه الآية التي قرأناها هي من سورة النساء، وهي من السور العظيمة التي وردت. سورة النساء تعتبر أيضا من السور الطوال، وردت فيها هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. ظلم نفسه بالمعاصي، وأياً كان نوع المعاصي فهو قد ظلم نفسه بهذا الشيء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله في حياتك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا ينبئنا عن عظيم أمر الاستغفار، فينبغي أن الإنسان لا يفتر لسانه عن كثرة الاستغفار لله سبحانه وتعالى. طيب ليش؟ واحد يقول لك يا أخي أنا أصلي وأصوم، هنا في الآية ممكن واحد ظلم نفسه وكذا فيستغفر الله، لكن أنا ليش أستغفر الله سبحانه وتعالى؟ فهذا إيش الرد عليه؟ لزيادة الدرجات ورفعتها. أيوة جميل. وأيضا الإنسان سبحان الله يقارف معاصي كثيرة قد يجهلها، صحيح؟ يعني أتى وكذا، مثلاً أنا جالس مع إبراهيم ولا كذا، مر واحد قمنا قطينا عليه كلمة، سبحان الله أحياناً الواحد ممكن ما يشعر بهذا الشيء، صحيح؟ قط عليه كلمة، أنت ماشي في سيارتك عصبت كذا، تنرفزت، طلعت منك كلمة معينة. أحياناً مثلاً جاك الولد ولا جاك كذا ما سوى شيء، متنرفز معصب وقمت وضربت الولد، وقس عليها ماشي في الشارع إعلانات مثلاً معينة وكذا، نظرت فيها إلى صورة محرمة، صحيح؟ فتكون عابرة. أيوة يعني. فقد تكون هذه الأمور عابرة، صحيح. فلذا كان يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم
في المجلس الواحد، قالوا كنا نعود له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب. هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر. الأمر الثاني نكثر الاستغفار، لأن من طبيعة البشر، من طبيعتنا أن نقصر، صحيح؟ ولا لا، احنا دوم نقوم بالعبادات على وجهها الاكمل ونسوي كل شيء، ما في احتمال، كل ابن ادم خطاء، صحيح، خير الخطائين. حتى لو انا ما اخطات، ما أخطأت. جيت مثلا بعد الصلاه ما اشوف نفسي اخطات، كنت مثلا معتكف، فليش استغفر الله سبحانه وتعالى؟ لاننا جبلنا على التقصير. فلذا نلحظ اول ما تنتهي انت من العباده، من الصلاه، ماذا تقول؟ استغفر الله، استغفر الله مباشرة، صحيح؟ تستغفر الله سبحانه وتعالى بسبب ما قصرناه في العبادة. وكذا بعد الحج، ها، أمرنا أن نذكر الله وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى كي يجبر الاستغفار هذا التقصير وهذا الزلل الذي حصل منا. الاستغفار له شأن عظيم. طيب، ولذا سئل، قيل الحسن البصري عن رجل أتاه يشتكي الفاقة والحاجة، يعني فقير معدوم مسكين، فبماذا أوصى؟ قال له استغفر الله. طيب، الناس جالسين أمورهم طيبة، أتى رجل آخر يشتكي من العقم، هذا غير الأول، غير الأول، يعني ما عنده ولد وما عنده كذا، يشتهي أن يكون عنده ولد وكذا، فبماذا أوصاه؟ قال له استغفر الله. بعد شيء غريب، صحيح؟ استغربوا الناس اللي قاعدين، يا إمام، يعني جاك واحد يشتكي فقر وحاجة وفاقة فقلت له استغفر الله، جاك رجل ثاني أمر ثاني تماما يشتكي من العقم وكذا فقلت له استغفر الله، قال هذا نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أيوة، فنتيجة الاستغفار، إذا استغفرت ماذا يكون الجواب؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. نشوف يعني الآن الناس يشتكون من القحط وكذا والسماء لا تمطر عليهم، ماذا يفعلون؟ يذهبون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. هذا يشتكي من الفقر والأموال وكذا، يستغفر الله، يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين. تشتكي أنت من العقم وكذا، الله سبحانه وتعالى ييسر لك بالاستغفار. منها كلمات بسيطة ما تأخذ من الوقت أبدا أبدا. كم تأخذ من وقتك الآن لو جلسنا احنا واستغفرنا الله سبحانه وتعالى؟ استغفر الله ثانية فقط، صحيح؟ أجزاء من التعليم. طيب لو استغفرت الله 100 مرة، دقيقتين أقل. دقيقة حد، شيء بسيط جدا، صح. يعني طيب انت كم تاخذ الوقت في الزحمه وتاخذ في كذا الجوال فلسانك دوم سلا. لا لا، حتى احيانا وانت تتصفح بعضهم يقرا بعينه، استغفر الله سبحانه وتعالى، ستجد بركه هذا الشيء. دوم استغفر الله وتب اليه حتى يكفر الله سبحانه وتعالى عنك الخطايا ويرفع الله سبحانه وتعالى لك الدرجات. الله استغفر. سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك. بعد هذه النقاشات الجميلة والحوارات الشيقة التي دارت حول الاستغفار مع الشباب، نعلم أن الاستغفار دواء. لما كان الاستغفار دواء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، فهذا سيقع من ابن آدم، شاء أم يبى سيقع في الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وخطاء صيغة مبالغة أيضا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خاطئ أو مخطئ، قال خطاء، فستقع منه الأخطاء، لكن ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، عليه أن يستعمل هذا الدواء كي يغفر الله له زلله وخطأه وإجرامه. ما الصيغة
التي يقولها هذا المستغفر. هناك صيغ عديدة جدا وردت للاستغفار، منها أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ومنها أن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك عظم هذه الصيغة، وأن من قالها غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. تأمل، الفرار من الزحف من كبار المعاصي والذنوب، لكن عندما تأتي وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتذكر هذا الدعاء العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنوبك. ومن الصيغ أيضا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، فأنت تعترف أن الله سبحانه وتعالى واحد، تعترف بربوبيته، تعترف بعبوديتك له، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي يا ربي قدر استطاعتي فإني آتي ما تأمر وأبتعد عما تنهى عنه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله عند الصباح وعند المساء، فلنكثر من هذا الدعاء. ثم لنعلم، وهذا أمر مهم جدا، أن الاستغفار ليس طريق المجرمين فحسب، ليس طريق الخطائين فحسب، لا لا لا، بل هو طريق الأنبياء وطريق الصالحين. فآدم عليه السلام وأمنا حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهم يسألون الله المغفرة. نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة. فلنحرص على الاستغفار ولنأتسي بهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. طاب اللقاء والشعور على بساط ضياء، سافر بنا يا نور، سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماء. نفائس من نداك نفائس.